السائل زيد يقول: فضيلة الشيخ، رجل فاتته صلاة العصر وأراد رجل آخر أن يتصدق عليه ويصلي معه، لكنه رفض وقال إن هذا الوقت وقت نهي، لا تصلي معي، نرجو توضيح هذا الفعل. هل هو جهل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشرط، قال: من يتصدق على هذا ويصلي معه، وهذا يعم كل من فاتته الصلاة، لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة دون صلاة. يستحب لمن أدى الصلاة وحضر من فاتته ليس معه أحد أن يصلي معه، تكون له نافلة، وهي إحياء للسنة أيضا وفي أي وقت كان. نعم.